حبيبي رفقا بالقوارير. حبيبي اسمع مني الكلمتين دول، بقول إن لم تبنى البيوت على الحب فهي كالجسد الميت، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. أقول تاني الحب. أقول تاني، ده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. الحب. اوعى تتصور أن البيوت تبنى على العنف، العنف والقوة، والقوة والصوت العالي، الصوت العالي، والراجل كل شوية عمال يشرب ويسب. لا لا لا، ثق تماما. لو أطعمت امرأتك وأولادك ذهبا بهذه الأخلاق ستتمنى الزوجة فراقك في أي لحظة، وستتمنى الأولاد خروجك في أي وقت. الحب 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 الحب، لولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكت السماء لعطش الأرض، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجر النحل النحل الحدائق الغناء. أنت حياة لا تقر إلا على الحب. الحب كلمة طاهرة، كلمة رقيقة، وليس كما قدمت للمسلمين في أفلام ومسلسلات تقدم الخيانة العفنة على أنها الحب. أبدا، ما كانت الخيانة حبا قط، ما كانت الطهر خنا، ما كانت طهر خنا في أي وقت من الأوقات وفي أي لحظة من اللحظات. الحب لا يكون إلا بين الرجل وامرأته في بوتقة من الطهر والعفة والشهامة والمروءة والتقدير والكرامة. الحب. أما أن تكون المرأة زوجها مع رجل آخر باسم الحب، لا اوعى تصدق، هذه الخيانة، هذه الخيانة في أعفن صورها. الحب. الحب أن تكرم امرأتك وأن تكرمك امرأتك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها. الله سكن للأعصاب، سكن للقلب، سكن للفكر، سكن للشهوة، سكن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وجعل بينكم مودة. مودة يعنيه؟ يعني محبة، يعني حب، يعني حب. طيب يا مولانا، هي البيوت كلها مبنية على الحب؟ لا بالطبع، لا تبنى كل البيوت على الحب. طيب حين تذبل وردة الحب نقفل البيوت؟ وردة الحب كانت متفتحة جميلة قبل الزواج، بعد الأولاد كثرت المشاكل، ربما تغير قلب الرجل، تغير قلب المرأة على زوجها، نغلق البيوت لأن الحب ذبلت وردته؟ لا لا لا، اسمع شوف القرآن، وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن ذبلت وردة الحب تبقى الرحمة، لتظلل الرحمة سماء البيوت، لتستمر الحياة. وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني.